الإعلام. الإعلام ليست موهبة فقط ولكن تعليم، والموهبة لابد من إثقالها بالتعليم. فأيضا دور الجامعة والأماكن المنوط بها تعليم الرسالة الإعلامية لابد أن تكون ملمة بكل التقنيات والتحديات الحديثة التي تواجه مجتمعنا الحالي. وحول هذا الموضوع يسعدنا أن نستمع الآن لكلمة الأستاذ الدكتور محمد شومان رئيس المعهد الدولي العالمي للإعلام، فليتفضل. الحضور الكريم، الأستاذ الدكتور سعيد توفيق أمين المجلس الأعلى للثقافة، الأستاذ محمد أمين رئيس مجموعة سي بي سي، الإعلامي القدير الأستاذ عبد المجيد خضر رئيس جمعية الإعلام، الحضور الكريم، يعني اسمحوا لي أن أشارككم التفكير في بعض القضايا الخاصة بوضعية الإعلام المصري منذ 25 يناير وحتى هذه اللحظة، وسأقول هذه الملاحظات في نقاط قصيرة عسى أن نتفكر فيها سويا وأن يصار حوار ونقاش حول ما سأطرحه. يعني أولا، منذ 25 يناير وحتى اليوم تعمدت الأنظمة المختلفة من المجلس العسكري وحكم الإخوان ثم الحكم الحالي في عدم الاشتباك مع منظومة القوانين الإعلامية والهيئات المنظمة للإعلام، بمعنى أن سكت الجميع على ما هو موروث من نظام مبارك، بل وحاولوا توظيفه لصالحهم. المجلس العسكري حاول ذلك، كذلك الحال بالنسبة للإخوان، وبالتالي استمرت أوضاع الإعلام كما هي. لم يتم تغيير منظومة القوانين أو الهيئات التي كانت موروثة وما تزال من عصر مبارك. الملاحظة الثانية أن هناك، أو الملاحظة الثانية الخاصة بمظهر خلل آخر، وهو توظيف وتسييس الإعلام بدرجة عالية على حساب المهنية وعلى حساب احترام مواثيق الشرف الإعلام. حدث فائض في التسييس وتراجع في القواعد المهنية ومواثيق الشرف الإعلام. الملاحظة الثالثة تتعلق أيضا بتراجع الإعلام الحكومي، إعلام الشعب، لصالح عدد من القنوات والصحف الخاصة التي يمتلكها عدد محدود من رجال الأعمال ولهم الحق في طبعا في امتلاك وسائل الإعلام. ولكن ما حدث أنه كفت الإعلام الخاص تفوقت كثيرا على الإعلام العام، إعلام الدولة الذي عانى من مشاكل نقص التمويل ومشاكل بيروقراطية شديدة. هناك في كل قطاعات الاستثمار في مصر بعد الثورة لم يتم ضخ هذه الأموال التي ذهبت إلى الإعلام المرئي والمكتوب، وفي الوقت نفسه ظلت ميزانيات ومخصصات الإعلام العام، إعلام الدولة كما هي. هذا الخلل في الحقيقة أدى إلى تراجع تأثير ودور إعلام الحكومة، إعلام الدولة في تشكيل الرأي العام. الملاحظة الأخرى أيضا تتعلق بزيادة التجاوزات المهنية والأخلاقية في مضامين وأشكال عديد من البرامج التي تقدم وتدخل كل البيوت بلا استئذان. هذا الخلل أو هذه المظاهر التي أسميها مظاهر الخلل جاءت في الحقيقة بدون أن يتم اشتباك حقيقي لإصلاح، وبالتالي استمرت حالة الفوضى الإعلامية واستمرت الشكوى دائمة من تردي أوضاع الإعلام وتدهور وضعية الإعلام في مصر. تراجعوا على مستوى المضامين وتراجعوا في قدرته على التأثير في المنطقة من حولنا. إذن إذاء هذه الفوضى الإعلامية وتراجع الإعلام العام وهيمنة إعلام خاص، ما هي الحلول أو ما هو الحلول، ما هي الحلول المطروحة؟ أعتقد أنه أحد أهم الحلول المطروحة هو ما نص عليه الدستور الذي تم الاتفاق عليه. والمفارقة أنه رغم الموافقة على الدستور منذ عدة أشهر حتى الآن لم يتم تفعيل مواد الدستور،
لم يتم حتى الآن إعلان وتشكيل المجلس الوطني للإعلام أو هيئتي الصحافة وهيئة الإعلام المرئي والمسموع. إذن من المهم كما أعتقد وتشاركون التفكير في هذا الشأن تفعيل مواد الدستور واستكمال هذه المواد بتشريعات ذات طابع ديمقراطي تحافظ على حرية الإعلام. يعني المواد الخاصة في الدستور الذي توافقنا عليه جميعا، المواد الخاصة بالإعلام هي كافية، وخاصة ما نص عليه في تشكيل مجلس وطني للإعلام يبحث في شؤون ملكية وسائل الإعلام ومنع الاحتكار وضمان الشفافية وتنظيم شؤون المهنة، كذلك الحال بالنسبة للهيئتين. أيضا من المهم كما أرى من تصور لحلول خاصة بتطوير الإعلام عدم المساس بملكية القطاع العام في الإعلام، بمعنى رفض كل دعاوى خصخصة وبيع مؤسسات الإعلام المملوكة للشعب سواء اتحاد الإذاعة والتلفزيون أو الصحف القومية والبحث عن حلول لتطويرها. وهناك كثير من الاجتهادات والحلول التي ساقها أبناء هذه المؤسسة لتطوير الإعلام الحكومي بحيث يتحول هذا الإعلام الحكومي فعلا إلى إعلام للشعب، إعلام خدمة عامة وليس إعلام تابعا للسلطة. النقطة الثانية ضرورة إنشاء نقابات مستقلة للعاملين في الإذاعة والتلفزيون. ليس من المنطقي ومن المقبول أن يظل الإعلاميون في مصر في الإذاعة والتلفزيون لا يوجد لهم تنظيم نقابي مستقل يضبط قواعد العمل، يدافع عن مصالحهم، يضع أيضا وهذا هو المهم ميثاق شرف إعلامي، لأن مواثيق الشرف الإعلامي يضعها الإعلاميون أنفسهم من خلال نقابات مستقلة، وهذه النقابات هي التي تقوم بتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي ومحاسبة المخالفين. وفي ضوءها وفي إطار هذا أتصور إنه الاقتراح الذي تقدمت به وزيرة الإعلام هو اقتراح ربما يبدو مخالف لطبائع الأمور، بمعنى كان ينبغي أن يقوم الإعلاميون أنفسهم بوضع هذا الميثاق. أما وأن الإعلاميون قد قصروا للأسف الشديد في هذه النقطة نتيجة عدم امتلاكهم لنقابة ونتيجة تعثر محاولات إنشاء نقابة خلال سنوات الثورة، فمن المهم أن يتفاعل الإعلاميون الآن مع مبادرة الوزارة من أجل تطويرها وتنقحها والمساهمة بفاعلية فيها. وهنا قد أتوقف وقد أختلف مع ما قام به رئيس الوزراء أمس في دعوة السادة ملاك أو ملاك الصحف القنوات الخاصة في الحوار حول ميثاق الشرف الإعلامي. يعني يمكن أن يكون هناك ميثاق شرف إعلامي لأصحاب رؤوس أموال القنوات أو الصحف، ولكن ملاك الصحف والقنوات لا يجوز لهم، وهذا يعني لا أخترع العجلة ولكن هذا هو معمول به في كل العالم، لا يشاركون في وضع مواثيق الشرف الإعلامي. مواثيق الشرف الإعلامي يضعها الإعلاميون أنفسهم، يتناقش معهم المجتمع المدني هذا حقه، ولكن في الأخير وفي الأول الإعلاميون هم الذين يصنعون هذا الموثوق. يعني أنا لدي الكثير لكي أقوله، ولكن أود أن نفكر فيما طرحته، لكن لضيق الوقت أشكركم وإلى لقاء آخر. شكرا جزيلا.